متواصلين معاكم للكويت وبنروح حق موضوع جميل جدا. بداية حلقة سدرة العشاق والذاكرة والهوية الكويتية. أيضا ضيفتنا الحين راح تكلمنا عن مبادرة تحفظ فيها التراث أكيد الكويتي والهوية الكويتية عن طريق حفظ التاريخ الشفهي. فعلا معانا الحين الأستاذة دلال الداي المؤسسة مبادرة ترى الكويت لحفظ التاريخ الشفهي. مساك الله بالخير دلال وشكرا لوجودك معنا. مساكم بالنور والكرامة ومشكورين على هذه الاستضافة. يعني حفظ التاريخ وتوثيق التاريخ مهمة صعبة جدا، شلون بلشت القصة كلها معك؟ والله هي صدق مهمة جدا صعبة وجميلة وبنفس الوقت جميلة جدا. يعني بدايتها بالسؤال، لما نمشي في الشارع تشوفين مثلا في مباني، مثلا تروحين صوب الدعية القادسية تشوفين فجأة في بيوت فيها بلكونة، بعدين تلقين بيوت لا صمة، بعدين تشوفين فجأة البيوت الحكومة طريقة تصميمها مختلف. فيصار كان عندي سؤال، شنو قصة هذا التطور المعماري؟ ليش تغير؟ وبعدين صار عندي سؤال لما قمت أقرأ في كتب التاريخ، صار عندي هذه الحادثة أو هذا الموقع وين مكانه بالضبط بالخريطة؟ وين صار هالشيء؟ إنزين لما نتكلم عن حوادث مهمة في تاريخ الكويت، حادثة صامتة، تهديدات، غيره، شنو حال الإنسان العادي في الكويت؟ فهذه الأسئلة كانت وايد ببالي، فبديت إن أسأل من أصحاب الخبرة والتجربة. ومع الوقت اكتشفت ان انا قدام كنز وطني وارشيف وطني وبديت هذه المبادره اساسا. حلو، ليش سميتيها تور على الكويت؟ شنو المعنى؟ انا لما اصور بسناب حق اهلي وربعي وكذي، كل ما حطيت مكان قالوا انت وين قاعد تروحين؟ اقول والله قدام عينكم. شفتوا هالمكان يمه، شفتوا هالشيء يمه. فحسيت ان الناس ما قاعد تشوف الكويت بشكل حقيقي، فعشان كذي سميتها تورا، ان احنا خلينا نشوف. وبعدين يعني احنا الحمد لله نحتز بكويتنا وهويتنا وتاريخنا، بس خل نعرف بالضبط وخلنا نشوف مظاهر الاعتزاز الحقيقية وين صايرة بالضبط وين مكانها. فعشان كذي قلت خل نسميها ترى، بحيث إن هي لأن بعض الناس تمر مرور الكرام على تاريخ، مثلا خصوصا عندنا أماكن يمكن النقعات المختلفة على البحر، يمكن الدواوين الأثرية اللي موجودة، هالأمور هذه ساعات يعني نمر عليها مرور الكرام، يعني كأنه عادي، بس وراها رجال دولة، وراها قصص، وراها روايات كثيرة. صحيح صحيح الكلام قاعد تقولينه. تخيلي أحيانا البراحة، اللي هي البراحة، يعني تخيلي شفتي براحة الشرق اللي يم المتحف البحري والأميري، هذه براحة فاضية. أنا رحت حق هالبراحة مع أكثر من شخصية من يعني أصحاب الخبرة، فقعدت وياهم قلت لهم قولوا لي شنو قصتها. فيقول لي هني بيتنا، هني صار لنا هالحادث، هني انطقينا، هني ما ادري شنو. فالبراحه الحين لما اروح لها اشوف فيها قصص ما اشوفها براحه. فسبحان الله حتى طبيعه عقب ما التوثيق الشفهي، طبيعه علاقتي مع الارض والمكان تغيرت لان اعرف قصه كل شيء. المباني اللي قاعد امشي حوالينها اصلا احيانا يعني كل مبنى وانا قاعد امشي سواء حديث ولا قديم، انا عارفه شويه تخصصت في موضوع تاريخ الهندسه والعماره، فصار كل شيء في الشارع عبارة عن قصة وحكاية أنا أعرف أصحابها. حلو. أنت بديتي مع مبنى ثانوية الشويخ دلال؟ أي. شنو كانت البداية هذه؟ الفكرة إن كنت قاعدة أقرأ وطلع على بالي قريت كلمة ثانوية الشويخ، فصار عندي سؤال شنو ثانوية الشويخ؟ فسألت العم الباحث محمد عبد الهادي جمال جزاه الله خير الله يحفظه، قلت له عمي أبي أروح وياك على كنز الشويخ وتقول لي قصتها. فقال لي تم، هذا الحكي قبل 5 سنين. فقال لي بس بجيب 2 من ربعي، عيسى كرم وبهبهاني الله يحفظهم. فرحنا شويخ، بدينا وقاموا يقولوا لي قصص عجيبة. بعدين صار فيني أبي أنا قدام كنز وايد عظيم، خلني أبحث فيه أكثر. فبديت أبحث، كان أقرر إني أسوي فيلم وثائقي عن تجربة ثانوية الشويخ، وأنا ما عندي يعني هذا أول خبرة بهالموضوع، ما مجال الإعلام وغير، أنا لا كلش مهصب. فبديت سويت فيلم وثائقي والحمد لله يعني صار حصيلته ان عندنا ماده تاريخيه للزمن. قابلت من اول دفعه من طلبه ثانويه شويخ للدفعه الاخيره للحظة الاخلاء. عقب ما خلصت بحثي مع ثانويه شويخ، طبعا احنا ثانويه شويخ يسمونها بيت القاده، لان كل اللي طلعوا منها صاروا فعلا قياديين في الدوله. فعلا صار عندي ان يا عندي لحظه، وخذيت البحث والاوراق اللي سويتها وسويتها بطريقه علميه، انه بحيث ان هي تكون بحث علمي. فعطيتها حق مختصين في التاريخ، قالوا لي هذه رسالة ماجستير ودكتورة، قسميها تخلصين انت شغلك. صار عندي خيارين،
يا أني أكمل في موضوع بحث التاريخ الشفهي، أو أني أحصل على مجدي الشخصي وأقول أن أنا أول واحدة بحثت في الموضوع أو تخصص فيه وسويت فيه مادة يعني فريدة. شنو اخترتي؟ الخيار الأصعب. خليت الموضوع، بس سبحان الله الله كافأني بشيء ما توقعته. قامت تطلع لي قصص وموضوعات وشخصيات أنا ما كنت أتوقع أني راح ألقاهم. فصار بحثي ومادتي أقوى بعد 5 سنوات، يعني أقوى بكثير. مع أن أنا لما اشتغلت عليها بمادة يعني كل اللي طلعوا عليها قالوا لي ما يحتاج عليها أي تعديل. عرفت طيب على إحنا الجمهور شلون نقدر نطلع على هالمادة؟ أنا لأن صار لي فترة هي مبادرة شخصية، وأنا لما أروح أبدأ أوثق قاعدة أحرص إنه يكون وياي مصور محترف أو مخرج ويعني مستوى عالي. فأول ما بديت كنت أصور وبعدين أمنتج، بعدين قلت أنا لاني اللي عندي تفرغ ولا اللي الشغل اللي قاعدة أسويه في يمكن دول ثانية قاعدة تقوم فيه مؤسسات كاملة، أنا قاعدة أقوم فيه فرد وموظفة وعندي مسؤولياتي. فصار الناتج عندي إنه خلوني كل الإمكانيات اللي عندي خلنا أوجهها أكثر حق حفظ التاريخ كثر ما أقدر، إني أنا أوثق كثر ما أقدر. فلهذا أنا يعني كرست هالفترة إن أنا أحفظ كثر ما أقدر، عشان كذي ما قاعد أنشر وايد إلى أن يعني الله يسهلها وتسهل. يعني تحفظينه ويظل محفوظ، هذا نفس الكنز المهجور. والله أنا ودي أطلع اليوم قبل باكر، وصدق يزوغ قلبي إنه لازم أوري الناس يشوفون الناس الأشياء اللي عندي، بس كل ذهاب اللي معي جرحي وسكيني، فهذا اللي أنا قادرة عليه. يعني تخيل أنت حرفياً. طب ما فكرتي تتعاونين مع وزارة الإعلام؟ إن شاء الله. إن شاء الله إحنا بالإعلام. إن شاء الله. يعني هو الموضوع اللي عندي هو أرشيف دولة، مو أرشيف مفروض يكون عندي. أو حتى مع المجلس الوطني. والله يعني الحين أنا المجلس الوطني ما يعني فاتحين خط وياهم، وايد ممتاز وايد عجيب، سوينا تجربة حيل حلوة، وأعتقد إنها تجربة معيارية ما هي مألوفة. اشتغلنا معاهم على توثيق بعض المباني أو بعض المواقع. المبنى الأول مبنى التقدم العلمي، يعني بشارع أحمد اليابر إذا شايفين المبنى. أيه. تمر عليه له تصميم يعني مميز، بس ما يعني مو اللي في قصة تحس إنها كبيرة وراء. فكلمونا المجلس الوطني وقالوا لنا دلال نبي تساعدينا بهالمشروع، عندنا فريق أو سوري التقدم العلمي، إن عندنا فريق نبي يكون جزء منه. فدخلنا في مركز الأبحاث المجلس الوطني ومصور عبد الرؤوف مراد ومجموعة من المهتمين، وسوينا هذا الجروب وسويته جروب الأحلام الصراحة، فريق الأحلام. وثقنا المبنى وعطينا كود من خلال بداية أول ما بدينا قلت لهم عطوني أنا أشتغل على موضوع الأورال هيستوري، المعماريين والمهندسين كلهم اللي أعرفهم إحنا نوثقه ونطلع قصته. وبعدين وثقناه وبعدين رفعناه حق يعني المستوى أعلى وأعلى، والحين قاعد نشتغل على موضوع ثاني إحنا توثيق تاريخ النقع الكويتية. فيعني أول ما قالوا لي إن دال نبيش تكونوا ويانا في اللجنة صار فيني ما توقعنا يعني شنو ممكن يضيف لي، بس قلت يلا. المجموعة اللي قاعد أشتغل وياها المجلس الوطني والجمعية الكويتية للتراث ناس يعني تجربتهم أثرية وحلوة، فدخلت وياهم. لما بدينا نوثق تاريخ لنقع أبي شيء عجيب، يعني في صور الحين لما بمر على البحر يطلع علي أشياء وايد. يعني مثلا قال لي واحد إحنا لما كنا نروح حق البحر نروح نسبح جهة مدروين هني وناخذ ويانا سخونة مثلا سبحوا ويانا مرة واحدة. الثاني يقول أذكر أمي القس اللي بهالمكان، هذا الحين مو النقع يمها. الثالث يقول كنا لما مر يم النقع كانت الريحة تكون قوية حيل وصعبة إن إحنا نشمها لأن يحطون المادة هذه على السفن. فصار البحر بس أمر عليه عامر بقصص وسوالف، وما توقعت تاريخ اجتماعي وثقافي وحتى سياسي وكله وإحنا قاعد نوثق تاريخ لنقع، ما توقعنا. طريقة التوثيق شنو؟ فيديو ولا أوديو؟ لا فيديو. أنا حريصة إن أنا يعني حتى ممكن يكون أسهل وايد إن أنا يكون صوتي، بس أنا حريصة على الكاميرا. ليش؟ لمعة العين بعد ذكر شيء يحبه، كسرة العين لما يذكر شيء موقف صعب، حركة الإيد هذه. يعني مرة واحدة قاعدة تسولف لي عن لحظة فقدت فيها طفل، فكانت يعني تفرك بإيدها بطريقة عن 1000 قصيدة وقصيدة. فيعني هذه لو أنا كاميرا مو مشغالة فمنو يبي يوصل هالمعنى؟ فلهذا أنا جدا حريصة أن تكون وياي كاميرتي
وياي مصور او المخرج وهم اللي صوروا لي هذه اللحظه. انت تاخذين الشخصيات وتروحين الى الاماكن القديمه ولا ممكن تصورينهم في بيوتهم وتاخذين ذكريات هذه؟ هو شيئين، الشيء الاول ان انا غالبا اروح لهم عندهم ببيوتهم بحيث ان الواحد يكون ببيئته ومكانه ومكان اللي هو مرتاح فيه مؤلفه، فجاه يطلع لك وثيقه تاريخيه بعدين يوريك قطعه غريبه يعني مكانه ملك مكانه فيعطينا هالاشياء. احيانا يصير عندي مشروع ثاني اللي احيانا تكون مثل جولات يصير فيها طباق ما بين القصه اللي قالوا لي اياها ومكانها على الارض. يعني مره كلمتني شركه وقالت لي احنا بنحتفل بالعيد الوطني بطريقه مختلفه. قلت لهم ان شاء الله. قالوا نبي نسوي رحله تعرفين الناس على تاريخ الكويت. قلت لهم تم، بسوي لكم قصه حكايه سور. ركبنا باص من بدايه السور، السور الثالث لنهايته، قلت لهم كلها قصص ناس، فلان الفلاني هني صار له كذي، بعدين تمشين شويه اقول فلان صار له هني كذي. وخلال التورنج او خلال الجوله جبت اصلا اكثر من باحث في التاريخ، اصلا هذه قصتهم كانت هني، فقاموا يسولفون عن قصتهم وعن تجربتهم هني بهالمكان. كانت يعني ولا بالاحلام الجوله، وصدق كان احتفال وطني يليق بالكويت يعني. الله. جميل يعني. حلو، كلها تشويقي لاحظتي غاده؟ ما شفنا شيء. وقالت دلال ان اكثر من 100 حلقه عندك مع شخصيات مختلفه. اي شنو من هم الشخصيات؟ خلينا نتعرف عليهم واللي ان شاء الله راح نشوفهم. انا الشخصيات اللي قاعده اقابلها احيانا الموضوع يفرض علي اسم، مثلا انا قاعده اوثق حق هالموضوع المعين فراح اروح حق اسماء، واحيانا فلان يطري علي فلان شخصيه، وغالبا الناس الذكيه، وانا صراحه المتابعين عندي في تويتر يعني هم جزء من صناع المحتوى، فناس تفتح لي ناس. احيانا اقابل شخصيه يقول لي ترى دلال ترى رفيجي فلان وفلان ابيك تقابلينهم، فابدا اقابل فلان وفلان. احيانا عيالهم يدقون علي انه الله يعافيك نبي توثقين حق الوالد، ترى الوالد تجربته عجيبه وغيره. انا لان يعني حاسه عندي احساس بالذنب انه لازم انشر الماده، وبس يعني الواحد يعني الاولى ان الواحد يوثق اكثر، فاحيانا كنت اسوي لقاءات تكريم. يعني هذه لما اسوي لقاءات تكريم اضحك على عمري، يعني انا بالنهايه فرد ليش تكرمين؟ بس نقول يعني اذا مو احنا منو يبي يسويها؟ فمن ضمن الشخصيات اللي قابلتها قابلت العم الله يرحمه طارق البراك، وهو مؤسس شركه يعني اول موظف في شركه التمويل الكويتيه. نعم. فلما وثقت له قال لي عن فلسفه التمويل، ليش التمويل صاير وشلون دور التمويل في ضبط السوق وغيره وغيره، قيم بدايات الواحد ما يمكن يتخيلها. وبعدين قال لي قصه انه انقذ 3 من الاعدام بالغزو، وقصته احبها يقولها وهو مستانس. كان يقول له عمي ابي اعرفك على ربعي واصدقائي، ابيك بهاليوم تجينا. فسويت له حفل حق تكريمه. ورحت دقيت على لانقذهم من الاعدام وقلت لهم تعالى. فلما قام قلت له عمي قول لي هالقصة، فالله يرحمه برحمته، فقام يقول قصة وهو فرحان ويقولها. كان يقول له عندي لك مفاجأة تراكاهم موجودين. يعني نقزتها بلحظتها شلون خذاهم وضمهم ولمهم يعني بالدنيا يعني. وبعدين فجأة واحنا موجودين يا الاخ المصباح كان يطلع وثيقة تاريخية تثبت ان دور عم طارق البراك في حفظ الامن الغذائي خلال فترة الغزو كله. تخيل. فعشان كذي كنت اسوي بين فترة وفترة لقاءات تكريم. حق سويت لقاء تكريم حق حمد العتيجي، العم حمد العتيجي هو مؤسس المتحف العلمي التربوي، تذكرونه اللي كنا نروح له بالرحلات وكذي. فكان قبلها ما يدري انه في حفل. احنا قاعدين ببيت السدو، كان تعاون معاهم في حوشين، قاعدين بالحوش الاول وقاعد يسولف لي، قاعد يقول تهقينا يعني دلال، جهدنا راح، دورنا راح. فقلت له يا عمي سولفت وياه. لما انتقدنا انا كنت سالته قلت له عمي وين ارشيفك؟ قال راح ما لقيت ولا صوره من صوري. دخل اول شيء انا ما لقيت ارشيفه كامل وكبرت على كبر الطوفه. وين لقيتيه؟ حست طلعته. ما شاء الله عليك. بعدين لما دخل كان يشوف طلبه المدارس اللي الحين اللي دكاتره ومهندسين طبعًا وهذا، وقاعد يسولفون له ترى انت صنعتنا في لحظه من اللحظات من بعد الله. ولقى موظفين المتحف التربوي جايين يقولون له ترى احنا متاثرين فيك وانت للحين مؤثر فينا واحنا قاعد ندرس خطواتك. صورتيه كل هذا؟ صورته، كان شيء يعني راح نشوفه شيء طير. لا لا لازم نشوفه دلال، لازم تعرضينه باذن الله. ومشكوره وايد على هالمجهود الكبير، وفعلا يعني هذه خدمه مجتمعيه توثيقيه مهمه جدا لتاريخ الكويت. شكرا جزيلا لوجودك معنا. تسلمين، مشكورين، يعطيك العافيه. شكرا لك. وصلنا الى الختام غاده. نعم، وباكر ان شاء الله حلقه فنيه غنائيه مع خالد سليم، فخلكم معنا. تصبحون على خير، فما الله.